السلام عليكم، انا دكتور محمد عصمت، استشاري علاج الاورام، مستشفى السلام الدولي في المعادي. زي ما بنقول الوقايه خير من العلاج، احنا في علاج الاورام بناكد ان الاكتشاف المبكر بيضمن ان شاء الله افضل نتائج للعلاج. عشان كده هنكون متواجدين معاكم ان شاء الله يوم الخميس الموافق 10/3 في السويس، مستشفى عين الحياه، لمناظره جميع حالات الاورام وطمانتكم ان شاء الله. شكرا. We'll be right back.